أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامج وجهة لوجه. رحب بضيفي وضيفكم الكريم مع الوزير السابق الأستاذ عبد الله المحيلبي. مرحبا فيك أستاذ أبو فهد. يا أهلا وسهلا فيك، وأنا سعيد في هذا اللقاء ومشكور على هذه الدعوة. لا احنا تشرف أبو فهد ويانا. برجعك أيام ما كنت في البلدية ورئيس المجلس البلدي والأمور الكثيرة، خلنا نتكلم عن البلدية في الوقت الحالي وفي وقتكم. ما هي كانت الخطط اللي رسمتوها في ذلك الوقت، وشون تشوفون البلدية في الوقت الحالي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحقيقة طبعا أنا تدري يعني قبل ما أكون يعني رئيس مجلس بلدي أو وزير، كنت عضو لإنتاج دورات. نعم. وقبلها موظف في البلدية، لذلك أنا معايش جو البلدية، يعني من البيت البلدي مثل ما قالوا. وأيضا وفقنا بأن أيضا عايشنا قانونين مختلفين تماما، قانون 15 لـ 72، وعايشنا قانون اللي كنت فيه رئيس اللي هو 5 لـ 2005، والآن أيضا صدر قانون جديد. القانون طبعا الأول كان له قوته وله يعني حقيقة سلطته الكاملة على البلدية. صح. القانون الثاني، وكنت وقتها طبعا يعني عضو مجلس بلدي وكنت مقرر اللجنة الفنية وكنت رئيس اللجنة القانون المالي، وبعدين أصبحت في القانون الخمسة على 2005 آخر شيء اللي طبعا كنت رئيس مجلس بلدي. يختلف هناك اختلاف كلي. الفلسفة العامة كان هناك استقلالية للمجلس البلدي في القانون الأول، أما القانون الخمسة على 2005 كانت هناك سيطرة أو خلينا نقول يعني إدارة حكومية بحتة، قل فيها خلينا نقول الصفة الشعبية، وإن كانت موجودة ولكن قلت فيها الصفة الشعبية. أصبح المسؤول الرقابة الشعبية، أصبح المسؤول الأول والأخير تقريبا هو الوزير المختص في هذا الشأن. يعني خلينا نقول العناصر أو الكوادر الفنية هي اللي كانت في البلدية في السابق هي موجودة. الآن قد يكون أخذت مساحة أكبر، وهي حقيقة فرصة. يعني خلينا نقول من سنة 2005 أصبح يعني الكوادر الفنية والقيادات الفنية يفترض أنها تنتج وتبرز أكثر من السنوات اللي قبل. ممكن نقول عليها تأثير قوي، الآن لا. لكن بالنهاية أنا باعتقادي من غير لا نبخس حق الناس السابقين، خلينا نقول بالستينات والسبعينات والثمانينات وبالتسعينات، يعني كان التنظيم عندنا بالكويت يعني حقيقة ممتاز. صحيح. بدليل لاحظ المناطق الصحية، لو تلاحظ المناطق الصحية إلى الآن تستوعب المشاريع المستقبلية الحالية والمستقبلية. ليش؟ لأن كان هناك بعد نظر في رؤية واضحة، في رؤية واضحة، وكان في بعد نظر، في بعد نظر إلى أن نستوعب. الآن ايضا مع التطوير ومع يعني حقيقه الاساليب الحديثه وتطور اكيد التخطيط العمراني، صحيح هناك افكار جديده واصبحت المناطق ايضا منظمه بشكل صحيح، لكن وجهه نظري اصبحت ان محدوديه. يعني مثلا لو بيكون هناك توسعه، لو اضافه مثلا انشطه او اضافه خدمات، اعتقد البلديه لأن هي المسؤولة عن تخصيص الأراضي راح تكون هناك يعني لها صحبة. اليوم في التعديلات اللي صار على البلدية سحبت منها صلاحيات كثيرة. نعم. يعني مثل الإعلانات، مثل الأغذية. نعم. راحت. تعتقد هذا التوجه صحيح أن تتفرغ البلدية اليوم في بعض أنشطتها، مراقبة المحلات، الأنشطة، النظافة؟ نعم. النظافة. نعم. شو تشوف القانون الجديد، التعديلات الجديدة؟ شوف أنا أذكر القانون اللي هو الخمسة على 2005، دائما في جملة مشهورة قلتها أنا إن انولد على طريق سريع، وبالتالي من 2005 قاعد يحاولون يعدلونه من 2015. يعني بس 10 سنوات قانون يوضع لمؤسسة عريقة، فقط 10 سنوات، إذن في خلل في التطبيق، وخلل أيضا في الإعداد. وخوف الحقيقة من القانون الحالي اللي تم وضعه أن يكون هناك خلل. أعتقد أول خلل واضح الآن في موضوع نسب البناء بالنسبة للاستثماري والتجاري وفي المناطق. هذا القانون ألزم أصحاب البنايات الاستثمارية بوجود بسراديب كمواقف. هذه الناس اللي عندهم يعني خلينا أنا أتكلم عن جزئية بسيطة بس، اللي عندهم أراضي استثمارية شراها خلينا نقول قبل 6 شهور
بقيمة معينة وراح يبنيها بقيمة معينة، لما تفرض عليه سرداب لمواقف سيارات هذه فيها تكلفة. هذا القانون، لذلك أعتقد كان قبل فترة هناك مجموعة من الإخوان أصحاب العقارات التقوا مع الإخوان، أعتقد مع الأخ الفاضل أحمد المنفوحي، وقالوا له هالكلام هذا، وفعلا يعني ما تم أخذ الرأي الفني البحث من الإخوان في البلدية عند إعداد هذا القانون. بس عفوا عن المقاطعة يعني، لأن هذه القضية مهمة، مواقف السيارات. نعم. اليوم أنا بنشئ برج بدون مواقف سيارات، مصيبة. هذه مصيبة. نعم مصيبة، يجب أن تكون المواقف. صحيح. اليوم نشوف أكثر المجمعات يعني أو البنايات ما فيها مواقف سيارات، فتستغل. صحيح. أملاك الدولة. صحيح. وهذا خطأ. وأحمد على فكرة ترى حتى القانون السابق كان يلزم أن تكون في مواقف سيارات. صحيح. لكل بناية، بس غير مطبق. ما نشوف غير مطبق، غير مطبق. يعني أنا وجهة نظري عندما تضع لوائح بناء، طبعا هي مش قوانين، هي لوائح لائحة بناء، يجب أن تأخذ بالاعتبار بأن المناطق الاستثمارية يجب أن تكون هناك مناطق أو قطع أراضي ملك للدولة أو ممكن أن يوضع فيها مواقف سيارات. لربما أن فعلا أنا ممكن على سبيل المثال شريت مثلا بقيمة معينة تلزمني بأني أضع سرداب أو سردابين لمواقف السيارات، الآن أنا مالي ذنب، أنا شريت بالسعر الفلاني. يجب أن يكون يعني يجب أن يكون هناك نظرة، يعني خلينا نقول، لأن دائما البلدية خصم شريف مع الكل، فما يجوز أني أفرض عليهم. طبعا بالإضافة إلى الأشياء، لكن أنا بأكد لك نقطة، قضية تجزئة البلدية أو توزيع مهام البلدية، إحنا إذا ما أصلح العنصر اللي يتعامل مع البلدية، لو وديت البلدية حق وزارة الدفاع أو جزء منها لوزارة الداخلية لن يصلح الحال. اللي بيعمل في إدارة النظافة سواء تركته في البلدية، واللي بيعمل في الأغذية أو في المسالخ أو في الإعلانات، إحنا يجب علينا أن نركز على الإنسان، وهذا الإنسان يجب أن يكون مؤهل وفعلا بشكل صحيح، وإلا شو يسوي؟ أشيله من هالمكان وحطه بهالمكان ماكو فايدة. إذن مدام ذكرت موضوع شركات النظافة، بس عمون على موضوع المواقف، قلت حق الأخونا قيس الشطي أبو عبد الله هني بهذا اللقاء، قلت له أنا شفت في شارع الشيخ زايد نقطة حضارية جميلة في دبي، أشوف عمارة وفندق كبير يخصص جزء من المساحة اللي شراها هذا المجمع أو هذه العمارة مواقف للسيارات متعدد الطوارئ. الأدوار بالفعل؟ الأدوار تبني لي. صحيح. وصورة منظمة، ويعطونك جزء استثماري تستثمره تحت. صحيح. خلف المبنى، وتضع لها ممرات واشتراطات أمن وسلام. ليش ما نشوفها بالكويت إحنا عندنا هذه؟ يعني شوف، أنا أعتقد أن 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 الأفكار يتكلم عنها يا أبو أحمد موجودة بالكويت. موجودة. يعني موجودة بالكويت، يعني المواقف المتعددة موجودة بالكويت، لكن منو يبادر يقول تعالي المستثمر إحنا نشجعك ما نحط عند قدامك عراقيل؟ ولا ليش خلينا 1000 متر؟ أنت شفت بالدول الأوروبية، بلبنان ليش دول أوروبية أي قطعة أرض تاركينها بأن الواحد يأجرها يدخل ساعة نص ساعة خليه ياخذ قيمة معينة؟ فأنت ليش تجبرني؟ بس في إدارة المرافق، شركة إدارة المرافق، وهذا النقطة الثانية، المرافق العمومية أتمنى يعني الحقيقة يمكن بعد إدارتها اليوم كان في اجتماع أعتقد أمس. نعم، مع البلدية، وأعتقد الآن يمكن رئيس مجلس إدارتها أعتقد المهندس حسام الرومي، وهو ملم في موضوع البلدية، وسبق أنه كان حقيقة من أنشط الأعضاء مجلس البلدي. يفترض أن يفعلون دور المرافق العمومية، ويكون هناك أيضا يعني خلينا نقول تسهيلات لها بأنها تستغل في بعض الأماكن، تبني 6 أدوار مواقع. يعني على سبيل المثال في جنيف، حقيقة في مواقف في جنيف 7 أدوار 8 أدوار عند البحيرة. يعني تقول لي والله يخافون أن البحيرة الماء يدش عليهم، 7 أدوار تخيل وأحمد بالسرداب، مواقف ما تبغى كم تنزل تحت أنت يعني، كم سرداب تنزل تحت وكم نعم تصعد. فأعتقد مو شرط عمود، تنزل تحت، تنزل تحت ومثل ما تفضلت عطى جزء معين يستفيد، ما حصلت بنفس الموقع تعطيه مكان ثاني إنه يستفيد منه، على الأقل يعوض نوعا ما من التكاليف اللي عليه. قضية شركات النظافة، رئيس مجلس بلدي وسط وزير بلدية، ودائما المواطن يشتكي من شركات النظافة، على الرغم من البلدية تضع اشتراطات، تضع عقوبات مشددة،
الا ان مستوى النظافه ما وصل للي احنا نطمح فيه، يعني او اعاده استغلال تكرم الزباله بشركات النظافه التخصصي، ما وصلنا الى المرحله اللي احنا نبيها، شو الاسباب؟ هو فعلا يعني اولا طبعا مع الاسف قضيه تقييم معدات او حتى يعني خلينا الممارسات اللي قاعد تصير في شركات النظافه، انا اعتقد يكون التركيز عليها في البدايه. صح، يصفون المعدات، يصفون الجيش على قولتهم، وبعدها بعد بشهر شهرين ثلاثة شهور تنزل لأرض الواقع، تروح يعني على سبيل المثال سلوى قطاع عشرة، بتشوف كم سيارة تدور، تلقى هالسيارة هذه اللي كانت مخصصة يعني مثلا بهالقطعة هذه هي تحوس بسلوى كلها مثلا أو حق أربع قطع، وبعدين متى يروحون؟ في أوقات مو مناسبة، إضافة إلى ذلك أن أربع عمال أو ثلاث عمال ورا السيارة، اثنين متفرغين لتفريغ احتياجاتهم في مكان معين بالسيارة، والباقي يقلونه كذي. صح، لذلك أيضا موضوع تدوير النفايات موضوع مهم، يدر ذهب. صح، يدر يعني فعلا ما تم استغلاله باستغلال الصحيح. لذلك احنا في البلدية أقول لك بكل صراحة افتقدنا في شيء مهم جدا يسمونه الرقابة الوقائية. احنا ما عندنا رقابة قوية. قبل خلينا نقول بالستينات بالسبعينات فعلا في كانت ناس تشتغل، انا اعرف واحد الله ما ادري الله يرحمه يمكن موجود او مو موجود، كان في منطقة السرة قبل لا جنوب السرة تنبني، كان يدور والله يا ابو احمد صاج على رجوله يمشي، اعتقد اذا ما تخانتني ذاكرة العميري اذا ماني والله اذا كان موجود الله يطول بعمره والله يرحمه اذا كان متوفي، اذكر بعد التحرير ما يسوق سيارة يدور، كان وياه من الشباب النشيطين أيضا يدورون وين. أذكر لك حادثة ذكرها لي الله يذكره بالخير عم راشد العثمان أبو عبد الله، يقول بالخمسينات كانوا قبل طبعا البلدية تراقب ويفترون على البيوت لأن في نوع من خلينا نقول من التثمين أو شيء، فيمنعون الناس لا يبنون، فكان قبل الانخلة لها سعر، الجليب البرش اللي في البيت لها سعر، فكانوا بعض الناس مع الأسف يستغلون العطلة يوم الجمعة زي. فراحوا يحفرون لهم قلبان بيتهم علشان باكر إذا طلعت لجنة التثمين تحسب لهم فلوس. صح، عليها. فهذا المراقب قاعد يدور شوف يوم الجمعة شافه كان يقول شو عندكم؟ قال والله احنا ما عندنا. قال انتوا قاعد تحفرون جليب ممنوع، تهاوشوا كان يقلون داخل الجليب. المهم الشاهد يعني شوف شلون الناس كانت قبل تشتغل في اهتمام، كان يحبون الشغل، كان يحبون الشغل على الرغم من حجم المراقبين اليوم اللي هناك. لا، يعني ما ادري شو القصه او يعني حجم المخالفات. نعم صحيح. قبل ما اروح على موضوع البناء العمودي في داخل الديره، مخالفات البناء اليوم اللي قاعد اشوفه في السكن الخاص. نعم، صارت جرأة قبل الواحد يخاف يبني غرفه. صحيح، فوق السطح كنا حرامي يبنيها. صحيح، مع انه 50 متر 20 متر يسويها كير مكان. اليوم نشوف خمسة أربعة ستة. صحيح، تجرؤ غريب عجيب. صحيح. ليش؟ من آمن العقوبة أساء الأدب، من آمن العقوبة بعض يحمل المراقبين البلدية. ممكن طبعا يقول لك أنت وقت ما تبني وين كان المراقبين؟ طبعا يفترض أن يكون هناك رقابة يومية. مهنة المراقب سواء بالنظافة في البناء، أنت ليش إيش عندك شغل الصبح عندك جدول يفترض مسؤول عن قطعة معينة من القطع، يفترض ان تقريرك يومي، وهذا ترى كان مطبق قبل. انا اذكر وانا اشتغل كان يطبق، نطلع اطلع الساعه مثلا 8:30 9 اطلع الساعه 12 انا افتريت على المكان الفلاني، انا شفت الشارع الفلاني مو نظيف، انا شفت الشارع الفلاني. كان في تقارير من المراقب، كانت في تقارير وكانت نماذج فظيعه. الان لا، الان لان المسؤول مو قاعد يتابع. الشيء الثاني يعني انا يمكن التمس العذر لبعض المخالفات اللي تفضلت فيها. إذا كان والله شخص باني له مكرم السامع حمام أو غرفة، لكن المصيبة خمسة أدوار قاعد يأجر وقاعد يبيع. أنا في مناطق يمكن وصلنا شكوى قريبة، وصلنا لأخونا يمكن مدير عام البلدية، أحد القطع خمس أدوار وقاعد يبيع الشقق، وقاعد يبيع شقق وقايل لهم إنه والله السرداب، هذه مواقف لكم، اتضح إن السرداب أجره شقق. مصيبة، هذه مصيبة فعلا، وهذه إن شاء الله أن الإخوان في البلدية راح لازم يتابعون هذا. لذلك أنا أقول إن إذا ما كان هناك رقابة يجب إعادة تأهيل بعض المراقبين،
يجب إعادة تدوير بعض المراقبين، يجب أن يكون هناك نتاج. يعني صحيح أن الشركات النظافة الآن هي بدأت أخذت دورها، الرقابة أصبح البناء صار يعني المكاتب الهندسية تشرف على هذا الجانب، لكن أنت عندك شباب مؤهل، خليهم هم فعلا يعطونك تقارير، عطى من الباب للباب. مثل يعني أنت عندك هذه المنطقة، اكتب تقريرك شنو موجود فيها من مخالفات، وحاسبك بعد شهرين شنو فيها من مخالفات. لو كل مراقب مخصص لقطعة ويتابعها بنفسه، صحيح، بس يدور كل يوم ياخذ يشوف مقاول يشتغل وين رخصه، من كان قبل يشتغل حتى لو ترميم ما عنده رخصه ما يقدر، كان يخالف كان المقاول يروح فيها على طول على طول. بس نعم. اليوم ماخذين راحتهم. لا طبعا اكيد للاسف، مع الاسف والله. قضيه مدينه الكويت والعاصمه الكويتيه وبناء الابراج في وقتكم، نعم، الكل يشتكي يقول انا كمستثمر قيمه الارض داخل العاصمه جدا غالي، صحيح، ويطالبون بارتفاعات وبنسبه بناء عاليه. نعم، شنو دوركم في ذاك الوقت المساهمة في تطوير السكايبي وتطوير البلد؟ أنا أذكر يعني طبعا كان الفضل الله سبحانه وتعالى، كان مجلسنا 2005 يمكن هو وقتها، وكان الله يذكره بالخير الأخ أحمد باقر كان وزير الدولة، وقتنا طلعت موضوع ناطحات السحاب، صح، ناطحات السحاب ل 50 دور وانت طالع، ولذلك أكثر البنايات اللي الآن يعني في العاصمة موجودة بالمدينة هي طبعا بدأت من أو بدأت تراخيصها كان مجموعة من الشركات، أذكر قابلتهم وقلنا المجلس البلدي يدعمكم يعني طبعا لشروط معينة، يعني نحن ننظر أيضا بعد الحركة المرورية يعني خلينا نتكلم بعد أيضا الخدمات الكهرباء والأشياء الثانية هذه كلها. وهذا شيء جميل حقيقة، هذا شيء جميل أن يكون هناك يعني ناطحات سحاب بهذا الشكل، لكن أيضا يجب أن يصاحبها شيء آخر هو وجود خدمات. إحنا ما يجب علينا أن نرخص ونقول والله خلاص المواقف أو والله المناطق اللي حولها. مع الأسف الكويت، مدينة الكويت لو تصعد على الأبراج أو أي شيء تشوفها من فوق يضيق خلقك صراحة، لكن الحسن الحظ أقولك لازال لحسن الحظ، يعني لازال لحظة أن الدولة هي المالك الأساسي أو الرئيسي، فإذا ما تداركوا إذا قاموا يبيعون هذه الأراضي بالمزاد بطريقة قانونية تباع أيضا لناس ما يقدرون الشكل التنظيمي ولا يراعون المخطط الهيكلي لدولة الكويت اللي صدر في مرسوم، فأعتقد راح تسوء هالمباني، هذه راح تكون حقيقة يعني نقمة مهنة نعمة للكويت. وقال نشوف اليوم العاصمة حالة من الفوضى اللي يعني نحزن عليها، يعني صحيح. المفروض تكون أجمل، يعني أول مرة تشوف عاصمة بالليل فاضية، صحيح، احنا نروح كل دول العالم نروح العاصمة، نعم، احنا بالكويت ما نروح العاصمة، صحيح، نروح المجمعات التجارية في مناطق مختلفة. صحيح أبو فهد أن الوزراء لا يملكون صلاحيات أو أن الوزراء غير قادرين عن تطبيق القانون، وأنت كنت وزير. لا شوف أبو أحمد بصراحة يعني أنا عايشت يمكن أكثر من وزارة وعايشت يمكن، طبعا إحنا ندري أن كل رئيس فوق مرؤوس، يعني أنا بالنسبة لي وهذا أتكلم يعني بتجربة شخصية، لم أواجه أي لحظة ولا في أي موقف في تطبيق القانون من هو يعني أعلى مني السلطة قال لي لا وقف. ما حد، انا دائما اقول للامانه وهذه المواقف صادفتها مع صاحب السمو الله يحفظه مع سمو ولي العهد الله يحفظه وسمو الرئيس في قضايا مهمه وحساسه راجعتهم فيها، قال حط القانون بين حجانك يا عبد الله، يعلم الله ان هذه الكلمه اللي من 2007 2006 2005 الى 2008 هي يعني موجوده معي، لكن يعتمد ايضا على الوزير، والله إذا أنت وزير من تمشته تطبق القانون، والله أنت وزير ضغطوا عليك كم واحد من المتنفذين سواء خارج السلطة أو السلطة التشريعية أو لجماعتك وتبي تلوي القانون أو تكيف على كيفك، لا الوزير الحر يفترض أنه يطبق القانون، لا يمكن أحد يقول لك لكن والله بتطبق القانون على فلان وفلان ما تطبق عليه، لا هني أنت ضعيف. فمن حق أي واحد سواء رئيسك أو غيرك يقولك لا حدك لا تطبق علي، فهني تكون أنت ضعيف. لكن أنا أعتقد يعني ولله الحمد يعني اجتهدنا قدر المستطاع، اجتهدنا قدر المستطاع في التطبيق. شون
يقدر الوزير أن يعني ينسق مع نواب مجلس الأمة. اليوم النائب عليه الضغط أن يمرر خدمات معاملات، تعرف أي مواطن يشوف معاملته هي التوب، وفي مستثمر يعطي النائب يقول خلص لي اياها مع الوزير، استثني لي اياها من الوزير. شلون يتعامل الوزير بين تطبيق القانون وبين ضغوط النواب ومعاملات المواطنين؟ اقول لك شيء، خليني انا يعني إيه؟ انا طبعا كنت منتخب، تدري ثلاث دورات متتاليه منتخب، وبمنطقه ايضا يغلب عليها خلينا نقول يعني ما هي مثل بعض المناطق اللي للناس يمكن العضو او النائب ديوانيته يعني خلينا نقول 10% بس لهم حاجات. احنا خلينا نقول دواويننا، وهذا شيء يعني الدائره الاولى، دواويننا الاسبوعيه اللي يفتحونها الاخوان النواب 70%، لان يمكن قد يكون مالهم ناس داخل الوزارات. زين، فاعرف نفسيتهم وصلت بالوزاره وتعرف. اعتقد اسهل طريق ان تطبق القانون وخلك واضح مع الجميع، صريح صريح، تمشي ما تمشي، مشي ابو احمد امشيك، عبد الله ما مشى ما مشيك. حلو، ترتاح. لكن والله اذا انك تبي تلف وتبي تخشش وهذا كذا وابشر على هذا تمشي وتنافق، لا ما ما, ما راح تمشي، تتعب تمشي فتره معينه، تلقى لك لو بخمسة ستة سبعة بالمجلس الأمة، بس اول ما يقلونك هذيل الخمسة ستة سبعة، لان هذا بحاجه، نحبك على شيء كرهك على فقدانه، فانت باكر بالمجلس الأمة اول ما لا لا، فانت خليك واضح وياهم، لا تتشدد، ما يمارسون عليك ضغوط، انت ما تمشي معاملاتنا. لا مو اكيد في ضغوط وفي لوبي، بس مثل ما قلت لك يعتمد يعني على التوفيق اكيد من الله. وبعدين ايضا اذا انت علاقاتك، انت علاقاتك واضح مع الناس، شو يهمك انت؟ لا تبوق، لا تخاف، هو بعد هو شنو، انت يكفيك شرف يعني تكليف صاحب السمو. وبالتالي الناس، لكن مثل ما قلت لك يعني قدر المستطاع، متى ما قدرت تتفهم من الناس يعني لا تتعالى على الناس على أنك تأخذ القانون، يعني خليك يعني واضح ما يزعلون منك هالمعاملة ما تمشي مخالفة القانون صعبة. لا يزعلون يزعلون، وفي ناس يزعلون يزعلون بعض النواب إذا قاعد برا وقلت بدون موعد قاعد وقلت له خمس دقائق عشر دقائق وقاك طلع ودز لك شيء وقال إيه، لا يزعلون، ما طبعا يزعلون، بس مثل ما قلت لك تقدر تراضيه انت يعني بتعاملك، تقدر تراضيه يعني اسلوب، اي طبعا باسلوب تتفهم، يتفهم من الوزير ويتفهم النائب ايضا ضروره تطبيق لازم القانون. الوزير بعد ايضا يتفهم النائب، يدري ان النائب هذا وراه من صباح الله خير مأذين الناس ببيته، وبالجلسات مأذين حتى باللجان ما يحضر، ومنتفين هدى بعينه على قولتهم، فانت عندك لازم انك بعد تقدر، لازم تقدر. اثناء توليك وزاره الاعلام كان بوقتك إقرار قانون المرء والأسبوع، نعم، لكن ما طبق في وقته، نعم، ليش؟ لا أنا كان المرء والمسموع، إيه؟ والمطبوعات، أنا طلع القانون طبع المرء والمسموع والمطبوعات وطبق الحجر طبع، العكس كان طبق، ويعني كان فرصة حتى لي يعني موضوع الإصدار أكثر من صحيفة وأكثر أكثر من قناة. أعتقد قانون المرء والمسموع قبلي، المطبوعات وقتنا اللائحة التنفيذية وقتنا طبق، يعني بالعكس طبق، لا لا طبق، بس مو رس عليك هجوم على موضوع القانون المرئي والمسموع، يعني كنت وزير الإعلام أحمد وهدت من نواب، أنت إعلامي ما شاء الله عليك طول بالك، وتعرف ضغوطات وزارة الإعلام من أصعب الوزارات، أصعب الوزارات. ليش الوزراء دائما يقول وزارة الإعلام هذه؟ لأنها وزارة فيها الجانب الفكري واضح، الجانب الفكري واضح، يعني ممكن تتهم، ممكن تهاجم، ممكن يمدحونك لفكرة معينة أنت توافق تفكيرهم أو ما توافق تفكيرهم، وممكن يعني يضيفون لك أو يحطون لك بخانة فكر معين، سهلة سهلة. والله أنت مثلا حطيت برنامج، أنا أذكر في أحد أول ما استلمت وزارة الإعلام كان في البرامج الحوارية كانت موقوفة وكانت سياسية، واحنا ترى بصراحة الفترة ما بين 2005 إلى 2008 كانت ملتهبة، صح، كانت من الصعوبة إن تترك الحكومة إنها تعمل براحتها صراحة، فكانت في نوع يعني بشغل بفعل فاعل أو بغير فاعل، المهم إنه بيحاولون إنه ما يكون هناك
انجاز او ركود تنزل. فكانت حوارات برامج حوارات موقوفه اذكر اذكر والله مجموعه من الاخوه، فقلت ليش المرفق خليت حتشون حلو خليت حتش خلي يقولون انت عندك قانون طبقه لا يتعدون، وخليت لما يتحاور معك بدل لا يحط له ندوه مو مراقبه او يروح يتكلم ينقل له و يعني عن طريق مجلس الأمة بطريقة أو بأخرى، ليش خليه يتحاور؟ فأنا أعتقد يعني مثل ما قلت لك وزارة الإعلام حساسة، هي فنية، وهي ترى على فكرة يعني موضوع الوزارات ترى إدارة، لا تقول لي والله أنا لازم أكون مخرج ولا لازم أكون صحفي عشان أنجح وزارة الإعلام، لا مو بالضرورة، أنت قد تكون مبدع في هالمجال هذا، لكن القضية قضية إدارة، توافق قدر المستطاع الجو العام شنو عندك وتطلع. يعني ما فكرت وانت كوزير الإعلام تخصيص الإعلام إلى هيئة، إلى إنشاء قنوات إعلامية عالمية إخبارية مثل ما نشوف في بعض الدول، مثلا المملكة العربية تدعم العربية، قطر تدعم الجزيرة. صحيح. اليوم الإعلام سلاح قوي لإرسال رسالتك السياسية، ما فكرتوا في ذاك الوقت؟ ما كان في توجه للحكومة في ذاك الوقت؟ شوف كان في توجه، أعتقد برز بعدين اللي هو موضوع يعني البرامج أو القنوات خلينا نقول الثقافية اللي ما كانت موجودة. أعتقد الآن القناة الرابعة أو القناة السادسة أعتقد فيها بعض اللي هي الأفلام والوثائقية والأشياء هذه تنقل، لكن الفكرة هذه فعلا يعني بعض الدول من غير لا أذكر أسماء تجد يعني خلينا نقول إعلامها الرسمي واضح خطه، وتجد عندها قناة مدعومة. صح. أيضا لإرسال رسائلها السياسية. أي رسائل السياسية قد تكون هذه فيها نوع من الحرية أكثر، يمكنها مو مقبولة من عامة الناس بالبلد هذا، لكن يوصلون رسالة من خلال لا. لكن أنا أعتقد في هناك فكرة كان إن قضية تخصص الإعلام، أنا طبعا ضد التخصيص الكامل للإعلام. ضد تخصيص الإعلام. نعم. ليش؟ لسبب الدولة يفترض أن لها فلسفة ولها رسالة، رسالة سياسية اقتصادية اجتماعية ثقافية إعلامية، يجب أن يكون لها أيضا خلينا نقول ركن من خلاله أنها تبث مال، لأن أنت عندك بالتالي يعني مسؤول عن بناء وطن، عن مسؤول عن تنمية تسويق فكر معين، لكن بشرط انك تقدر تجاري الخاص، مو والله باكر اذا طلبه والله الفنيين اعمال معينه ولا بيقومون بانشطه معينه ولا بيبون دورات ولا يبون كذا تكسر مجاديفهم على بدنا والله ان لوائحك ما تسمح، لا اذا بالحاله هذه سكر الاعلام وخلاص روح للقطاع الخاص. هذه وجهه نظري. كان لك تصريح ابو فهد يقول بخصوص لجان الفرعيات والتشاوريات، تقول انها كلها موجوده في العالم، يعني ليش انتم ترفضونها على القبائل انها تسوي فرعيات وتختار من يمثل؟ هل ما زلت على موقفك؟ شوف انا لي وجهه نظر، دائما القوانين كل قوانين العالم توضع لكي ترتب مصالح الناس وعلاقاتها. حلو. متى ما كانت هذه القوانين مطابقه للواقع وممكن ان تطبق بشكل صحيح وترتب مصالح الناس اهلا وسهلا فيها. لكن هل القوانين يعني على سبيل المثال قانون منع الفرعيات مثلا عندنا بالكويت، هل هذا القانون هو واقعي؟ هل فعلا مطبق بشكل صحيح؟ هل منع بعض التيارات وبعض التجمعات من انها ما تفرز؟ كل التيارات السياسية تختار مرشحين، تختار عن طريق صناديق. طيب يمكن هذه التيارات وهذه التجمعات تختار بطريقة منظمة، ولكن مع احترامي وتقديري للإخوان الآخرين يختارونها هدد فزعة. عرف؟ لذلك متى ما كان هناك تصفية، يعني خلينا نقول وفق يعني قانون معين، لأن النتاج هو للكويت، ما والله أنا يصفون والله ناس وبعدين خلاص أنا حكر لهالمجموعة اللي طلعتني وغيري بالنار، لا. لكن تعرف يعني احنا عموما ترى أخوي أبو أحمد، احنا نظامنا السياسي أو الانتخابي بشكل صح ترى لك عليه ملاحظات. يعني زين شلون تشوف اليوم تتهم، خليني أروح على محور ثاني،
تتهم الحكومة دائما، الحكومة تتهم على طول يعني بوجود فساد إداري، بوجود أن الوزراء ما يشتغلون بسبب أن هناك وكلاء وكلاء مساعدين انزلوا ببراشوت ولهم تياراتهم السياسية، تصعب عمل الوزير بتطبيق سياسة العامة للحكومة. لماذا تفشل الحكومات في تنفيذ سياساتها، في تنمية بلد، في تنفيذ أجنداتها، في تطوير قوانينها؟ وين الخلل؟ هل هو بالوزير، في مجلس الوزراء، في الوكيل المساعد؟ وين الخلل من خلال تجربتك يا أبو فهد؟ شوف أنا اللي خلينا نفهم الفلسفة هذه. لا خليني أقول لك يعني في شوف في الولايات المتحدة دائما لما يجي رئيس دائما يغير الطقم الكامل اللي يشتغلون معه، وطبعا هذا رئيس 4 سنوات واحتمال 4 سنوات، فيغير الطقم الكامل عنده. طبعا ما يظلم الناس الآخرين، لكن هم عارفين هذه خلينا نهج سياسي عندهم، فبالتالي ما حد يزعل. أنا أشتغل عندي، إحنا هنا بالكويت، وهذا أقولها وأكررها وقلت أكثر من مرة، إحنا ما عندنا استقرار وظيفي، ما عندنا استقرار حكومي، إحنا عندنا استقرار سياسي، ولله الحمد نظامنا السياسي ما حد يختلف عليه، عارفين ولي أمرنا وعارفين دستورنا لكن موضوع استقرار حكومي لا، ما عندنا استقرار حكومي. تجد أن الوزير قد يتغير ما بين سنة 6 شهور شهر تغيير، هذا طبعا يأثر على اللي تحته، يأثر على الناس اللي يتعامل معاهم، يتأثر أيضا في فريق العمل الحكومي. لذلك يعني أكثر أعمالنا قاعدة تمشي خلينا نقول 80% على البركة. البركة البركة البركة، خلاص أنا وصلت باكر شنو، باكر مثلا الخميس بسوي كذي، اللي وراء بسوي كذي، شنو عندكم يا جماعة خلونا نخلص. ما في ليش؟ لأنه ما في أحد يستمر. طالع الدول القريبة عندنا تلقى الوزير يستمر، فتلقاه عارف من أول ما حط له أول سنة حط خطته، بعد 4 سنوات شاف فيها نتائج. فإحنا هني مع الأسف ما عندنا، يعني بالفترة السابقة ما كان في استقرار حكومي، ما في استقرار حكومي، 6 شهور شهرين تبدل. خذ من وانت مغمض، خذ أي وزارة من وزارات الدولة، خلينا نقول من 2005 إلى الآن 2016، أخذ أي وزارة وشوف كم وزير مر عليها. أنا أعرف وزارة مر عليها الحين 11 وزير، 11 وزير شلون بيشتغل؟ هو صحيح أنه في وكلة، بس أيضا الوكلة الوزير اللي قدامهم هذا شلون بيتعايشون معاه؟ ما يقدرون. هل صح فعلا أن الوكلاء والوكلاء المساعدين هم من الأسباب الرئيسية في الفساد الإداري بالكويت؟ بعضهم وليس الكل طبعا. طبعا أنا أعتقد مثل ما تفضلت بعض، لكن الوزير اللي عارف شغله يقدر يكشف الوكلاء، ولا يقدرون يعني. ليش ما يعطى صلاحية الوزير لما يمسك وزارته؟ من حقي أني ما بيستعمل الوكيل الحالي أو الوكيل، أريد أن فريقي أنه يشتغل معي في ما القانون يعطى فرصة. أنا بتكلم عن تجربة شخصية يعني. أنا إيه؟ أنا لما أذكر تشرفت بتكليف وزارة البلدية أبو أحمد 2006 بدايتها، غيرت ترى كل الوكلاء المساعدين، غيرت كل الوكلاء المساعدين الله يذكره بالخير. واحد من الإخوان اللي القدامى القيادين اللي كان مدير عام البلدية يقول لي عبد الله، أنا أذكر قبل الوزير يسوي قرارات التنقل يوم الخميس عشان شوي يطفي يوم الخميس والجمعة والناس، يوم السبت لما كان في دوام يوم السبت طاخة شوي، أنت سويتها يوم الأحد بداية أسبوع. قلت لأني قناعة، أنا ما ظلمت الناس ولا زلت أقول ما قلل من شأنهم، لكني زدت حقيقة يعني حطيت 6 وكلاء مساعدين وكلهم ولله الحمد لا زالوا موجودين، منهم من ترقى أكثر ومنهم طبعا من فضل أنه يترك. له كلفتهم تكليف طبعا مع كامل تقديري واحترامي للناس اللي قبل أدى الدور اللي عليهم، لكن هذه ما حد يعني أمانة ما في شيء يمنع إذا أنت عندك رأي واضح وقرار واضح. 6 وكلاء أو 7 أعتقد كلهم ولله الحمد ولا زالوا مثل ما قلت لك، منهم يمكن 3-4 حين لا زالوا مسلمين، ومنهم من ترقى وصار أكثر، ومنهم طبعا لما تم 3 سنة بمشي. حلو. اليوم خلال من 2013 إلى اليوم كان هناك استقرار سياسي، كان هناك استقرار حكومي، شبه حكومي مستقر، مجلس قد راح يكمل 4 سنوات الآن وداخلين على انتخابات في 2017. شوف شلون شوفت، هل فعلا
مجلس أنجز، حكومة أنجزت، ولا ما زلنا على نفس النمط السابق؟ شوف يعني التقييم، يعني أنا إن شاء الله مو أنا أنت كمواطن أتكلم اليوم مع أبو فهد المواطن الكويتي، أنا بتكلم كمواطن وبتكلم أيضا كمعايش لأجواء ودهاليس مجلس الأمة ومجلس الوزراء. تعرف تقرأ يعني يعني أدري شلون الأجواء. أنا باعتقادي أهم شيء النتائج بعد 4 سنوات. خلينا نشوف، خلينا نأخذ جزء معين، خلينا نقول والله مثلا على سبيل المثال وزارة الصحة كم كان عندنا قبل 4 سنوات مستشفى، كم صار عندنا بعد 4 سنوات كم مستشفى، كم مركز صحي، زين كم صرفنا بذيك الفترة وكم صرفنا، شنو شكوى الناس أو المحتاجين للعلاج أو بهالوقت هذا، شنو اللي صار اللي صار. وزارة التربية نفس الكلام ايضا، نروح للمواصلات، نروح للاشياء. خلينا نتكلم في بعض الوزارات ما اقدر اتدخل، يعني اخواني ماني ملم فيها او لها خصوصيتها خصوصا من النواحي الامنيه، هذه اشياء يعني قد تكون النتائج او الاحصائيات دليل، موضوع الجرائم وموضوع. لكن يعني انا باعتقادي وهذا الكلام قد يمكن ما يرضينا، الحكومه عندها فرصه واخذت فرصتها، والمجلس نجح بأن يهيئ للحكومة الجو المناسب للعمل، يهيئ للحكومة الجو المناسب للعمل، والحكومة والمجلس عملوا وأنجزوا قوانين. لكن العبرة وين؟ العبرة في تطبيق القوانين، العبرة في تطبيق القوانين. ليش تأخرت في تطبيق؟ لأن بعض يشتكي من الوزارة يقول لك الإجراءات البيروقراطية والإدارية تقتل أي فكرة وأي مشروع، صح، تأخذ وقتها وعدم المتابعة. وعدم المتابعة. أنت لما تضع قانون وتشرع قانون في مجلس الأمة مهم لشريحة كبيرة من المجتمع، يجب أن يكون هناك متابعة، يجب أن يكون هناك حد معين. عدم إعطاء الفرصة للحكومة أنه والله اللائحة التنفيذية 3 شهور، ما خالف 6 شهور، والله تأخرنا ما نقدر، عطونا سنة، أي سنة عطونا، ما يصير سنة. أنت عندك ناس خبراء موجودين، خلص، خلينا هذا الأرض الواقع. لذلك أنا باعتقادي إن أيضا كانت رئاسة مجلس الأمة لها دور في هذا الجانب. رئاسة مجلس الأمة الأخ مرزوق الغانم قدر للأمانة أن يخلق توافق يخلق توافق ويخلق جو، تتفق تختلف في رؤياه، تتفق تختلف في طريقة طرحه في إدارة الجلسات. لكن أنا أقدر أقول لك مع كامل تقديري لكافة الرؤساء، الله يرحم اللي توفى منهم والله يعطي طولة العمر اللي موجودين، يعتبر من أنجح الرؤساء، لأن على الأقل أعطى الحكومة أو السلطة التنفيذية يعني جو أنها تعمل. وأيضا في الجانب الآخر السلطة التنفيذية قدرت أنها شوي وليس على شوي. أنا أقول لك شوي، يفترض أنها تخطي بسرعة. هذا فرصة توافق 4 سنوات، لما تقعد 4 سنوات ولله الحمد في خلاص، يفترض انها تركض، خليها تكون على مستوى الحدث. صحيح انها ان المشاريع اللي طلعت من مجلس الامه، يعني خلينا نقول ما نقال اغلبها، لكن نصها تقريبا الحكومه مقدمتها، لكن طبق على ارض الواقع نبي اكثر. ليش انت صاحب ديوانيه ويولك من مختلف اطياف المجتمع الكويتي، مسؤولين ومسؤولين سابقين وناس، ليش لغة الإحباط في الشارع؟ غير راضين عن أداء المجلس، غير راضين عن أداء الحكومة، لغة الإحباط الدائما، الرتم اللي مدة 30 سنة نتكلم عن إحباط، عدم قدرة الحكومة، الفساد ما زال موجود، عدم تعيين القيادات صح، يناقشونك أبو فهد عن الموضوع، شنو ردك على هالنقاط؟ شوف لغة الإحباط في الشارع، يعني خلينا نقول المجتمع أو أفراد المجتمع ما يلامون من موضوع الإحباط أبو أحمد لسبب. أنا لما يعني يطلع لي مثلا على سبيل المثال مشروع مثل أستاذ جابر الأحمد، نعم، وياخذ هالمدة السنين هذه كلها، ولولا تدخل الديوان الأميري ما خلص، ولولا تدخل الديوان، لا هو لو أن المشروع واقف ما يخالف، أنا أمر عليه وأنت تمر عليه والمسؤول واقف. لكن لما أنا أقول للمسؤول بعد 6 شهور إن شاء الله خلص، وراح نحاسب كذا نحاسب، واللي خطأ راح نراويك فيه، واللي واللي واللي، ويطلع الموضوع ما في شيء. الجامعة من 2000 الى الان 2016، شنو الجامعه هذه؟ احنا لما ساعات نروح للسعوديه ننزل المطار الى تروح للرياض او اي مكان معين، طالع الجامعات اللي سطره قامت فهني ايضا
الجانب الثاني ان انا كمواطن مجتهد شاب متخرج او مجتهد في وظيفه معينه واحس انه والله عبد الله طافني ولا فلان نزل علي بالبراشوت ولا لان فلان الفلاني آل فلاني نزل علي بالوظيفه الفلانيه طبعا يحوشني احباط لما انا والله اقعد ولدي يقعد له 3 سنوات 4 سنوات ما يلقى له وظيفه لما أنا والله اخوي او ولدي مثلا يقعد له 14 سنه ما يحصل له بيت واحنا اللي بنطلع والبيوت موجوده او الاراضي موجوده والفلوس موجوده اراضي موجوده الان يملكونها ناس يفترض ان على الاقل يحركونها يا اخي بخوها بالسوق علشان تركد الامور لما والله المواطن الكويتي يروح برا ويشوف تعامل سفاراته مو بالمستوى المطلوب لازم يحس احباط لما يروح المواطن الكويتي يشوف المطار لا زال على وضعه مع احترامي وتقديري للاخوان اللي يشتغلون بالمطار تمر الجناط عندهم في على السير وقاعد بالايفون ها يا ابن الحلال مرت الجناط تدري عنها ولا ما تدري لما والله تروح للمراكز الحدوديه ولا غيره تلقى لك 4 أو 10 بوابات مفتوحه وما فيها بس 2 بس شابين والباجين متفقين ورايحين ما اكيد يحوش لما اروح انا اضطرني اطلع ولدي من المدرسه حكوميه واروح مدرسه خاصه وينجحونه بطريقه كم تبي النسبه تبيها 90 95 ومدارس الحكومه طبعا يحوشني احباط من يتحمل مسؤوليه هاللغه المستمره عندنا الدستور قال لك اليوم سعد تقول لي المجلس مرزوق الغانم ابو علي جهز الفرشه الحكومه شويه ما يبي لها ذكاء الدستور شو يقول لك الدستور الحكومه هي المهيمنه على مصالح الناس تحملها الحكومه طبعا ما في شك يقولوا كنت وزير سابق يعني كنت ايش اللي سويته ايش اللي انجزته شوف شخص لوحدك ما تعمل بروحك ما تشتغل يعني نفس العله حاليا موجوده لازم شوف ابو احمد لازم يكون هناك فريق متكامل فريق يبتدي من الخطوه الاولى يوصل الى الخطوه رقم 10 وهو على الاقل ماشي مع بعض لازم هذا الشيء يكون بالكويت لازم يكون هناك استقرار وظيفي واستقرار حكومي إذا ما في استقرار حكومي ترى ما اليوم متوفر الاستقرار الحكومي هم نتكلم هي يعني العلة وين يعني اليوم المجلس أتناقش مع نواب مع مسؤولين الوزير يشتكي أقعد معه صحيح أحط إيدي على خدي أسمع شكواه وهو وزير أقعد مع الوكيل أقعد مع النائب وقال الله يرحمه أحمد الربع الكل يشتكي صحيح وين العلة وانت كنت وزير وكنت نائب وكنت رئيس مجلس بلدي وين العلة يا جماعة هل احنا العلة كنا فينا كموظفين كمواطنين ولا احنا غير مدركين اللي قاعد نسويه في البلد لا هو طبعا انا ما اخلي مسؤولية الناس مؤكد اخوي محمد ان ايضا مشاركة الناس لما يكون عندها خلينا نقول نفس اللامبالاة ما تحاسب أولاً ما تحاسب النائب وبعدين ما تحاسب المسؤول تستحي تجامل صلح بس لا تقرب صوبي فأنا مشي لك شغلة أو تنجز لك معاملة معينة وبعدين ما كيفي اللي العلاج بالخارج وسفرني ما لي شغل بالمريض اللي طايع اللي ما لي شغل ودخل ولدي انقله بس ما لي شغل بالأشياء الثانية هني الخلل أنا أعتقد وبكل صراحة إحنا يعني ضعاف في قضية بناء مواطن حلو مساهم حلو مسؤول يدرك ما عليه ويؤدي واجباته بشكل صحيح ويطالب بحقوقه بشكل أيضا صحيح احنا ضد يعني الفوضى والصراخ والكلام الغير يعني اللي يخرج عن الصراحة لكن انت يعني ما لا يا جماعة ابن الحلال خلنا لا ما يصير احنا لأن عشمنا ولأن هقوتنا ولأن حبنا لهالبلد لذلك تكون على يعني بالعامية شرهتنا أكبر احنا خلينا من الدول الثانية اللي فيها زوار ليل ويعني عندها أشياء احنا نملك أسرة نملك إمكانيات نملك شعب راقي وبعدين محدودين ليش الفوضى هذه؟ تعتقد التيارات السياسية سببت الفوضى مصالح التيارات السياسية ولا بعض يشير لأن الصراع السياسي نتيجة وجود تيارات سياسية في البلد قاعد تتنافس دون النظر لمصلحة المواطن أو الوطن
مع احترامي طبعا للتيارات السياسية أو ما تسمى بالتجمعات السياسية وهو أقرب للتيارات السياسية، أنا أعتقد هي لم ترقى إلى أن نسميها تيار سياسي ذو منهج. لا ترقى، لا لا أبدا أبدا أبدا. بدليل هذه التيارات أو التجمعات السياسية ممكن تجدها في مربع واحد متفقة، في مربع اثنين مختلفة، صح، وين ما كان تشتغل لمصلحتها. لذلك هي مو مقننة. احنا نحتاج بعد هالتجربة طويلة، خلينا نقول 60 سنة من طبعا الدستور بدأ بالستينات، خلينا نقول بداية أكيد أكيد إن 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 كانت في تراكمات وخلفيات سياسية من السابق، لأن المجتمع الكويتي بطبيعته ديمقراطي شورى، يعني من أيام مبارك الصباح حتى لما صارت أزمة وصولا للحكم رجع للناس. ولو تقرأ التاريخ ترى من أيام مبارك الصباح حتى الحكام اللي مروا على الكويت كانوا يصير في خلاف فيما بينهم وفيما بين بعض الفئات، لكن أيضا يرجعون للناس وما يروحون بعيد، يرجعون. فإحنا نحتاج بعد هالفترة، بعد خلينا نقول هالتراكمات هذه، أن يكون هناك تقنين للعمل السياسي. تقنين العمل، تقنين العمل السياسي. شو تقنين العمل السياسي؟ عن طريق أحزاب معينة. قالوا الهيئات السياسية. طبعا طبعا. هناك محتاجينه. محتاجينه بالكويت إذا نبي نمشي ونبي نعمل سياسة. أما أنت بتترك الأمور عشائرية، ترى غيرنا يمشي عشائري، وممكن في فئات كثيرة ونسبة كبيرة من المجتمع الكويتي يهمها أن الموضوع يمشي بس عشائري. بس في الطرف يقول لك إيش تبي بالهيئات السياسية؟ الأحزاب فشلت في كل الدول. يعني ليش تبيها تطبق عندنا؟ إحنا بروح عندنا تجمعات سياسية وهي الأقرب وأنا أيدك فيها داخل مجلس الأمة أو خارج مجلس الأمة، ومش قادرين إحنا نخلص من طلباتهم. لا شوف، هو إذا كان في تجمعات أو هيئات سياسية مقننة وفق القانون ما راح يخرج عن القانون. القانون متفق عليه الكل، صادر من جهة مختصة اللي هو مجلس الأمة، متفق عليه ما بين الحكومة ومجلس الأمة، وبالتالي ما يقدر أي هيئة حكومية أي هيئة سياسية أو حزب سياسي يخرج عن هذا القانون. إحنا بعدين إحنا ليش ننظر للأحزاب أو التجارب الفاشلة؟ خلينا ننظر للتجارب الناجحة. أبو فهد، الهيئة السياسية إذا وصلت هذا بقانون الأحزاب أو الهيئات السياسية، إذا أقر وصول أي تجمع سياسي، هيئة سياسية مثلا منبر ديمقراطي إخوان أي كان سلف، نعم، أي كان، حندخل في باب اختيار رئيس الوزراء. وزراء رئيس الوزراء صحيح الدستور لم يحدد من سواء من أسس الصباح أو خارج أسس الصباح، لكن بوجود الأحزاب يجب أن يكون الرئيس المهيمن الواصل تيار سياسي هو رئيس الوزراء وينسق مع باقي التيارات. ماشي، أنا بجاوبك بسؤال. إيه؟ أنت تبي نتائج عمل للمجتمع وإلا لا؟ أنت إذا تبي نتائج وتحاسب صحيح، حاسب من يصل للمسؤولية. أن إحنا الآن مثل ما قلت لك إحنا وضعنا نوع من العائلي العشائري الحبي عائلي ترى الودي. الودي صحيح إنه ماشي وفي بركة، لكن من يضمن؟ إحنا الآن يمكن يكون في ناس خيرين فيهم خير، متقبلين بعض، أختلف أنا ويا أبو أحمد، يا طلعنا برا نقدر نتفق، تنادي لي واحد نتفق ما خالف، أنا كمسؤول أغلط أشط شوي ترد لي أرجع في كلامي. لكن من يضمن؟ من يضمن يجون ناس جهلاء باكر يستغلون هالفوضى المنظمة في نظام الحكم؟ نظام الحكم محفوظ، الدستور واضح، ومثل ما تفضلت رئيس الحكومة مو بالضرورة بالجان. حاليا تقول لي روح الحين اتجه للأحزاب السياسية، أقول لك لا، احنا لازلنا نحتاج إلى إعادة تأهيل، إعادة تنقيح الدستور مثلا. لا لا لا، ما أبي أنقح الدستور. أنا بحاجة إلى إعادة تأهيل المجتمع بأن يتقبل الرأي الآخر، يتقبل الرأي الآخر ولا يهمشه. بس أرجع لما معناه الهيئات السياسية رئيس وزراء من غير الصباح. نعم، وممكن من الصباح. وممكن من الصباح. ممكن من الصباح، شو المانع؟ إيه؟ ممكن من الصباح، يعني وهم كثر ولله. شلون يتقبل المجتمع اليوم؟ وأنا بقولك إياها بكل، نعم، أمانة، اليوم من يلاحظ الانتخابات هي الدولة مقسمة، شوية هني قبلي، شوية هني ليبرال، شوية هني تيارات دينية، شوية هني ناس مستقلين ومتجمعين مع بعضهم. تخيل إن الهيئة السياسية هذه ليبرالية تدفع إلى نوع كسر قوانين، تكسر طبيعة المجتمع المحافظ، يصل هذا الرئيس بيقر قوانين تخالف
رأي التيار الديني أو أن لا يعين ما يرغب هذا التيار القبلي، هتصبح ضجة سياسية كبيرة بالكويت. أبو أحمد أنا متفق معك تماما. أنا ليش قلت لك يجب إعادة تأهيل المجتمع. معنا إحنا لما صدر الدستور 62 هذا الدستور يعتبر في زمانه ولازال من أرقى الدساتير، لكن كانت هناك حقيقة وبكل صراحة كانت هناك أصبح أو أصبحت هناك فجوة ما بين هذا الدستور وما بين المجتمع. يعني 62 63 الناس اللي فكروا بهذا الدستور ووضعوا الدستور ما هم الناس اللي صاروا بسنة 70 أو بعد 68 و70. تركيبة المجتمع تغيرت، الناس تغيروا، أفكارهم تغيروا، لذلك الشباب طلع يحمل فكر. والشيء الثاني أبو أحمد أنت ليش توصلني إلى 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 بيوصلون للسلطة السياسية؟ أنت روح طالع الثانوية والجامعة الأخيرة الانتخابات، الناس يدزون فيما بينهم انتخابات فيما بينهم عائلات قبائل كذا، والعوائل تقسمت تصفيات، بيوصل بجامعة. فلذلك أنا أقول لك إن إحنا بحاجة إلى إن الدولة تركز على بناء مواطن صالح، تنمية صحيحة، وبالتالي وبالتالي تقدر تروح تقدم على الخطوة اللي بعدها إن حط لي والله يعني أحزاب أو هيئات. الاهتمام بالتعليم والتربية أهم شيء. أهم شيء. باقي معي 3 دقائق، اللقاء وياك شيق يعني بتمر الساعة كم أقول لك اللقاء شيق. قضية الإسكانية ما مرينا عليها. نعم. إيش رأيك في اللي قام فيه الوزير ياسر أبو الحاليين؟ هل الحكومة باليوم يعني خلال شهر بدأ العمل الآن في أكبر مدينة المطلع؟ صحيح. وراح يكون في افتتاح بشهر بإذن الله شهر 12، مشاريع الإسكان قاعد تتوسع، راضي عن استغلال الأراضي كإنشاء مدن بكرة بعد جسر جابر مدينة الصبية. صحيح. اللي هذه حتشيل ربع مليون. صحيح. في المخطط الهيكلي الموجود. نعم. في البلدية. نعم. شلون رؤية الإسكانية لحل القضية الإسكانية في الوقت الحالي؟ أنا حقيقة راضي عن اجتهادات الأخ وزير الإسكان. راضي. وأيضا تبني مجلس الأمة والحكومة للقضية الإسكانية وضعها أولوية، وضعها كأولوية، لكن ماني راضي عن الإجراءات اللي قاعد تصير، البطء اللي قاعد يصير. أنا بالتالي 1+1=2، أنا بالتالي بعد 4 سنوات إيش عطيتني؟ انخفض اللي 100,000 طلب إسكاني ولا ما انخفض؟ ولا والله بتعطين؟ ولكن إجراءاتهم لي عليها شوية ملاحظات، لكن نشاطهم وجهدهم ووضعها كأولوية ومهمة حقيقة راضي عنها. مجلس الأمة أعطاهم حتى الرقابة. نعم. أعفاهم من الرقابة المسبقة دائما في بعض المشاريع، وهذا أمر جيد. أعطاهم فرصة وفي في 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 مدن راح توصلك باكر مدينة الحرير والمناطق. يعني افترض في مناطق فاضية بالكويت يجب أن يكون هناك يعني استغلال صحيح. لذلك يعني تأيد الروح عمودي رئيسي عمودي ما الشقق، لأن في شباب تجربة شمال السابقة نجحت. نعم. وايد من الشباب خذوا شقق راضين بالشقق. ما يمنع. لا ما هو طبعا بس أعطى القطاع الخاص. شوف تعطي القطاع الخاص بس بعدين لازم تعرف نسبة النسبة المأهولة بالكويت. ترى النسبة المأهولة في مساحة الكويت ترى ماكو 7% أو شيء من الكويت راح نتجه إلى يكون هناك شقق. في شباب اليوم يقول لك تكفين الشقة وعيش فيها. يعني ما يمنع إذا كانت يعني مستوفية الشروط، بس نعطيها القطاع الخاص يطورها. طيب مثل ما نشوفها برا على مستوى راقي وتباع بطريقة وتوزع بطريقة يعني توفر لك كل الخدمات، مدرسة مستشفى وتحط. عطي القطاع الخاص يبدأ، محتاجين نفتح المجالات شوي. أبدا ما يمنع. القطاع الخاص مع الأسف يعني يعشمونه ويطقوا له عراتيب. يعني صراحة هذا الملخص لي. يعطونا وبعدين يعني تاخذ اجراءات شؤون بلديه، لفت مركب على طول على ما يدوخ وعلى ما اعطى القطاع الخاص وحاسبه وشاركه مشاركه صحيحه في كل وراح. والقطاع الخاص يعني يعين عيالنا بعد وعين عيالنا، بس لا تقول ان القطاع الخاص احسن مني وانا ردي. هذا هم بعد عيب انك تقول والله القطاع العام مو زين. لا عطه ونافسه وشاركه بالاشياء هذه كلها. كلمه الاخيره وياك ابو فهد. اولا طبعا اشكرك ابو احمد وانا متابع، وانا حقيقه يعني اشد على ايدك على الرسائل اللي ارسلتها، وخاصه قبل لقائنا حقيقه على الملاحظات اللي في الخيران، ولا اعتقد الملاحظات اللي انت ذكرتها كلها قيمه، ويا ليت الاخوان يثقون في المسؤولين اللي تحتهم
ويعطونهم هالمهام هذه يعطونهم ويحاسبونهم بنفس الوقت. استاذ عبد الله المحيلبي شكرا لحضورك ابو فهد وحضورك اليوم ويانا وعلى طرحك الراقي اللي كان ويانا. شكرا وصراحتك. شكرا لك ابو فهد. اعزائي المشاهدين وصلنا لنهايه برنامج وجه لوجه، ان شاء الله نشوفكم السبت الجاي. ادعو الله ان يحفظ الكويت، الكويت اولا، والله يصلح الحال.